ظاهرة جيولوجية تعد الأندر في العالم، تأتي على شكل كهوف عمودية في البحر أعمق بكثير من المياه المحيطة بها. السعودية تعلن عن اكتشاف 20 ثقباً أزرق في مياه البحر الأحمر، فما قصتها؟ الثقوب الزرقاء منخفضات بحرية عميقة مقارنة بالمناطق الضحلة من حولها، على شكل حلقات من الشعاب المرجانية التي يمكن رؤيتها من سطح البحر، لكن تحت سطح البحر تظهر لنا بشكل أسطواني يشق طريقه للأعلى من عمق يصل من 700 متر إلى 900 متر، فهي إحدى عجائب البحر التي احتفظت بغموضها وخبأت أسرارها، وتعد ملاذاً لطيفاً واسعاً للكائنات البحرية كالسلاحف البحرية والأسماك والثدييات البحرية. يقع أعمق ثقب أزرق في بحر الصين الجنوبي، وهو الثقب يونجل العميق الذي يصل عمقه إلى 300 متر، وكذلك ثقب كوزو الأزرق في مالطا، وثقب آخر في دهب بمصر، وثقب دينو الأزرق في جزر البهاما. استمرت رحلة اكتشاف الثقوب الزرقاء 19 أسبوعاً في المياه السعودية بالبحر الأحمر، من منطقة عفيفي جنوباً حتى خليج العقبة شمالاً، لجمع بيانات وإجراء دراسات عن بيئات البحر الأحمر وتنوعها الإحيائي وخصائصها البيئية. قال عنها البروفيسور كارلوس دورتي: إنها رحلة فريدة من نوعها، وبمثابة مفاجأة في عالم اكتشاف المحيط.